مساء الخير عليكم. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا 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 انكم تركزوا معايا. في عجالة كده انا اشتغلت مع لواء كامل وزير. الراجل ده كانوا بيشهدوله في الهيئة الهندسية ان هو ضابط كفء وشاطر وممكن يوصل لرئيس هيئة هندسية. بالفعل هو شاطر، انا ما يعني بره الخلاف اللي بينه وبينه، يعني هو اخد فلوسي. هو راجل دؤوب جدا وعملي جدا جدا وبيشتغل زي النحل 24 ساعة، يعني الراجل فول باور لدرجة ان هو بقى رئيس هيئة، ان قدر يوصل لمنصب رئيس هيئة هندسية تزامنا مع عبد الفتاح السيسي. بص على علاقة عبد الفتاح السيسي وكامل الوزير كانت في الاول عاملة ازاي، ركزوا جدا، والحلقات بتاعتهم موجودة على اليوتيوب في الافتتاحات في الحفلات. بص الضحك ما بين الاتنين كان مش طبيعي. وطبعا الرئيس كان كل شوية يا كامل يا كامل يا كامل يا كامل، والشعب المصري اوير بشخصية اللي هو كامل وزير، ان الراجل ده كان شغال مع الرئيس 24 ساعة. حصل ايه؟ لما كامل الوزير ابتدى يعلى ونجمه يعلى في مصر وابتدت الناس تتكلم عليه وسموه وزير السعادة ولا بتاع السعادة، ابتدى صيته يكتر بقى. العصافير تروح لمين؟ لبابا السيسي. يا عم اصحى، ده كامل الوزير بقت شعبيته اكتر منك، ده كامل الوزير بيقولوا عليه هو اللي بيعمل كل حاجة في البلد، ده بيقولوا الرئيس بيوكل كل حاجة يعني ان هو يشتغلها اللي هو كامل الوزير. فاصبح اللي هو كامل الوزير نجم. نفسية السيسي، احنا بقى ده اللي مهم عندنا، نفسية السيسي اخبارها ايه؟ طبعا السيسي عنده بارانويا زي ما احنا شايفين، 34 ساعة مش عايز يشيل مايك من بقه. لازم يعمل حالة انهيار لكامل الوزير، عايزين نركز في دي، عايز يعمل حالة انهيار لكامل الوزير عشان نجمه ما يعلاش على السيسي. ودي اغلبية مصر، يعني حكام مصر اللي فاتوا محدش فيهم بيحب حد نجمه يركب عليه، اول ما لقى حد نوره نور يقضوا عليه. نخلينا بقى في كامل واللعبه جت منين. السيسي عمل ايه؟ انتوا عارفين بقى السيسي ذكي جامد قوي، قال لك خلاص كامل الوزير نديله وزاره. وزاره الايه؟ وزاره الموت اللي هي بتاعه النقل. فحادثه قطر، اتوبيس يخلص مع قطر، عيال تموت، قطر يتقلب يولع يخش المحطة يولعها، هنا نطلب بإقالة كامل الوزير، يبقى لبسناه في حيط وخلصنا منه، نحطه في السجن بمزاجنا، نخليه قاعد في البيت بمزاجنا. مين سمع الكلام ده؟ اللي هو كامل الوزير. صعبت عليه نفسه، صاحبه وحبيبه اللي اشتغل له 34,000 ساعة وكان ما بينامش وبيلف في مصر زي النحلة، بدل ما يخليه نائب الرئيس، بدل ما يخليه رئيس وزراء، لا خلاه وزارة النقل، يعني اداله الوزارة اللي رايحة في داهية عشان يخلص منه. كامل منفس. وهنبدأ بقى اوريكم احنا قلنا نتكلم بالايه؟ بالادلة. طبعا كامل مرضيش ينفذ، زعل بقى، ايه ده؟ قال لا، اخدوا يومين نفخوه نفخوه وجابوا في المشهد ده اللي احنا هنشوفه لايف مع بعض. سيبنا من الورق والاختام والكلام الهكس ده، ونشتغل بالعين بالعين والصوره. ايه اللي حصل؟ معلش بقى من نرفزه. يا ورب. بالمناسبه صحيح وانا بتكلم على السكه الحديد، فايه من ضمن الاشعاعات؟ قال لك بالمناسبة صحيح وأنا بتكلم على السكة الحديد، فإيه من ضمن الإشاعات؟ قال لك يعني في مهندس هيمسك المرفق كده يعني، وبعدين إن هو متوفي. أول ما حصل الموضوع ده إحنا قلنا إن اللي يتولى الأمر ده كامل الوزير. يتولاه مين؟ كامل الوزير. فطلعت الإشاعات، ما حدش يعرف الكلام ده لأنه إشاعات يعني، لكن الناس توقعت كده. كان كامل مش عايز يروح، يقول لك ايه ده، هم كان مقهور مقهور بقالهم خمس ايام بيتحايلوا عليه. قال ايه؟ امسك الحقيقه ايه؟ هو احنا عندنا في الجيش يا كامل، عندنا في الجيش يا كامل بيتحايل على حد؟
الفيديو ده جيبوه وانا هعرضهولكم تاني. قال ايه؟ بقالنا 5 ايام وراح قايل لكامل سؤال مهم: يا كامل، هو في حد في الجيش عندنا بيقول لا؟ اللي هو العبوديه ما يقدرش يقول لا يا عيني، يقول لا ايه؟ هيتنفخ، هيتعملوا محاكمه عسكريه، هيسمموه زي اللي اتسمموا قبل كده، ما هم بيقلبوا على بعض، السيستم هو اللي غلط، دي هنشرحها بعدين. قال له خليك ايه؟ خليك واقف. وقفت كامل الوزير ليه؟ طيب عايزكم تركزوا في الفيديو ده لما قال للواء كامل خليك واقف. في واحد قاعد على شماله راح نغزه كده: قوم وقف. يعني هو يعني كامل الوزير يا اخويا مش هيقوم يقف بشنب كده، هتلاقيه راح نغز كامل. طيب بصوا على الكرسيين اللي ورا كامل، هتلاقي اللواء خالد فوده ابو نسب، ده بقى محافظ جنوب سيناء، وجنبيه راجل كده تخين مش عارف اسمه ايه، بيضحكوا على كامل الوزير لما بيقول له موقف من اولها، وقاعدين بيضحكوا عليه ليه؟ عشان عرفوا ان كامل اتنفخ، لان هما ما بيطقوش كامل الوزير. وانا اعرفها كويس، اللي هو خالد فوده ما بيحبش كامل الوزير، ولا كامل الوزير بيعرف من خالد فوده، ده واخد جنوب سيناء بيلعب، وده مع الرئيس في الحته الثانيه بتاع، كان رئيس هيئه. لما حسوا ان كامل اوعى عليهم، كامل كان بيفشخ فيهم لانه كان الدراع اليمين للرئيس. نقوم نعمل ايه بقى؟ نشوف في المشهد السيسي ازاي بيقلب. خالد بقى فرحان، الراجل التخين الجديد ما اعرفش بتاع ايه ده، فرحان بيضحكوا جامد جدا، الضابط بتاع الامن بيزقه بيقول له موقف، وبعدين الرئيس عشان يحقر منه قدام الناس راح قال له ايه؟ خليك واقف. وبعدين قعد يتكلم ويتناول موضوع ومخلي كامل الوزير واقف عشان بيوري الرجاله بتاعته ان انا بأدبه، وعشان يعرف حجمه ايه وفين مكانه. اهو بصوا، الوزير قال ايه؟ والله العظيم قال انا تحت رجل مصر. تحت رجلك؟ ما انت مصر، ما هي بتجي لك انت. يعني انا بقول الكلام ده ليه؟ لان انتوا طبعا يعني طب تقول لي، طب هو لغايه دلوقتي ما تولاش ليه؟ ما بيكلمش كامل، بصوا بيكلم الناس وموقفه بقى ذليل. دكتور علي يعرف. بص دكتور علي. البرلمان يوافق. ما بيبصلوش، شويه كده وشويه كده، بصوا وموقفه. خليك واقف. مش كده يا دكتور علي؟ بص يا دكتور علي، حتى مش بيوجه له كلام. لازم البرلمان يوافق عليه، او يوافق على الوزير اللي احنا بنرشحه. بصوا كامل واقف ازاي؟ كامل واقف ازاي؟ تولى المسؤوليه. طب البرلمان اجازه، هنعمل ايه لما يجي من الاجازه يحلف اليمين؟ انا بس بحكي. وبيقول لك انا اللي اخترته. بصوا بقى الفيديو الثاني، ركزوا في الفيديو الثاني قوي برضه. اتمنى ان احنا زي ما قلت مع اللواء كامل كده، ان احنا بالمناسبه كامل اسمح لي ان انا رايك رتبه الفريق. يعني انت راجل وانت بتتكلم في موضوع انا مش عارف الموضوع كان ايه، بتتكلم مع الناس مع الشعب مع رجالتك مش فارقه. بالمناسبه يا كامل، انا رقيتك لرتبه فريق بناء على ايه التقييم ده؟ انت اللي رقيته ولا في تقييم من القوات المسلحه تقول ان الراجل ده مؤهل يبقى فريق ولا لا؟ ولا هي متروكه لرغبات حضرتك؟ انت اللي بتعمل التقييم، ما انت مدرسه. بص بقى اللي هو كامل مخدود ازاي. شكرا يابا، شكرا يابا. أنا راضي ذمتكم. بصوا على أفلام الأجنبي لما بيجوا يكرموا جنرال عندهم، بيبقى الموضوع عامل إزاي؟ ستيتش وحفلة، رئيس جمهورية واقف مش محترم، بيكلم جنرال من المفترض ان هو مهم في الجيش ومن الرجاله الشاطره. بقول لك ايه اللي هو ايه؟ ايه ده افتكرت انا؟ بقول لك ايه اسمك انت؟ انا خليتك فريق. يقوم كامل الوزير يجري يطير على الستيج. دي خطوه عسكريه؟ دي خطوه عسكريه؟ دي ترقيه عسكريه؟ طالع بيجري ليه على الستيج؟ مرعوب منك، ما انت نفخته. يعني
دي ترقيه راجل قوات مسلحه، وخاصه وانت كنت راجل مدير مخابرات حربيه. هو كام انت راجل ده، انت يعني دي مهنتك، يعني مش مثلا ضابط سوري رئيس جمهوريه مدني، ده انت من الجيش. انت شايف ان ده شكل وبرستيج تطلع فيه جنرال وانت قاعد بتضرب فنجان القهوه ولا ابو صليبه اللي انت بتضربه، بتقول اه بقول لك ايه يا كيمو، انت بقت ايه ده يا بلدي يا بلدي، انت راجل حتى ما عندكش ذوق ورقي. فلا مش لا الفلاحين اجدع منك، ما انا فلاح، انت مش لاقي لك حاجه، والله ما لاقي لك ملك. المهم يا جماعه اللي انا ليه بحكي الموضوع ده، ده سيستم معمول للدوله، حد عمل لنا سيستم كلنا نفشخ في بعض، الجيش يقطع في نفسه والشرطه تقطع في نفسها والشعب يقطع في بعض، واحنا كلنا ماشيين في قلب غابه. الموضوع مش مين الريس، احنا البلاد يعني الدنيا نجحت في اوروبا هنا عشان كلهم عملوا سيستم. يعني ايه اللي خلاهم يفتحوا حدودهم مع بعض الا اذا كان في سيستم ناجح؟ انا مش هقدر النهارده اشيل حدودي مع دوله تانية الا اذا كنت عارف ان هي سكيور وكويسه و100 واقتصادها كويس، حتى لو وقع بياخدوها في سكتهم، هم اقوياء بيشدوها. المهم ان هم بيحطوا سيستم، مين بقى اشطر مين اقل دي بقى بتاعه ربنا، لكن لازم نعمل سيستم. احنا ما عندناش سيستم اصلا، احنا واحد بيديرنا، اللي بيوصل للكرسي ده هو اللي بيدير البلد، وده حاجه غلط. احنا مش بنتكلم مين يجي، ما فيش حاجه اسمها رئيس، ان الشعب يعمل سيستم يتفق عليه، وده اللي احنا يعني يحصل فيه الاستفتاء، يتعمل لنا استراكشر كده احنا هنشتغل بالطريقه دي، مرورنا هيبقى كده، حاجتنا هتبقى كده. وقلت لكم لو مش عارفين، ما هي اوروبا اهي، ناخد سيستم من اوروبا. بيقول لك اوروبا دي فيها فساد، قلت لهم اتمنى اوصل ل 30% منها اللي فيها فساد، امال احنا اللي بقى عندنا ايه؟ غلبنا كل الفساد، ده غلط. ده خلى اللي هو كامل الوزير رجع بقى عبد، هو بقى عبد عند السيسي، اللي بيوصل الكرسي ده هو الاله، هو اللي بيأمر بيحكم فينا. حتى الراجل صاحبه باعه وفشخه. وقف يا كامل، إيه؟ طب بتوقفه ليه؟ الراجل قام قدم نفسه وبعينه شخصيه عامه ومعروفه، ما تخليه يا راجل قاعد، خليك محترم، ما تسيبه قاعد. ولازم كل حد يكلمك يقعد يقف كده شطرنج، ما تقوم تقف انت كمان يا مهزأ. انت راجل عندك نقص، انت راجل مش محترم، انت راجل مريض نفسيا. انت حتى الناس اللي معاك بتهنها، دي شكل مؤسسه عسكريه يا راجل يا فاشل. ده ترقيه فريق بترقيه وانت واقف على الستيج، عامل لي فيها مطرب اخويا، عامل لي فيها فنان، كتكنيله كتكنيله. يعني مش يا اهل الخير، بصوا على بلدنا العملية، بس مش عملية احنا لازم نغير سيستم. احنا مش نقول حد، مش حاجة اسمها واحد او هو مين اللي هيجي، مفيش حاجة اسمها كده. يروح رئيس وزراء يجي رئيس وزراء، يجي رئيس يروح رئيس، ما يفرقش معانا السيستم. واللي يجي يفشكل السيستم ده الشعب هو اللي يرفض. احنا محتاجين نعمل سيستم للدولة، خلاص كل مؤسساتنا هتبقى تمام وحقوقنا تمام. ممكن يحصل شوية فساد بس هيبقى قليل، لكن كده مش فساد، كده هنلبس فحيب، ميه هتقل بتقل. والراجل جاي يقول لك ثوره يناير هي السبب بتاعت ال، هيموتني يا راجل يا ضلالي يا افاق، ده انت واقف مع الراجل بتاع اثيوبيا يا تافه يا اهبل. حد في رئيس دوله محترم يتكلم كده؟ في رئيس دوله محترم يتكلم؟ والله والله بتفكرني بالفيلم بتاع الزعيم عادل امام اللي ما كان بيعمل لها كده، ايه ده؟ والله مش هتاخد دم، مش هتنقص ميه من مصر، لا اقول مصر. بتعلموا لغات؟ دي لغه رئيس جمهوريه يا راجل يا واطي؟ ده بيمثل مصر؟ ده يمثل القوات المسلحه؟ ده يمثل الجيش ولا الشرطه ولا الشعب؟ والله العظيم ده ما يمثلش واحد بتاع بوفيه، ده بتاع بوفيه اجدع منك مليون مره، عليا الحرام. يعني بتنكر؟ بتنكر وانت واقف مع الراجل بتحلفه يا تافه كده. وبعدين جاي النهارده يقول لك اصل لا ثوره 25 يناير، لا 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 لا، اصل انا انت راجل تايه وقاعد بتقول حاجه. طب افتكر الفيديوهات بتاعتك يا عبيط، قالوا لك في الاجهزه ما تتكلمش. انا بس سؤالي ومش هطول، وهعمل فيديو ان شاء الله بالليل في موضوع تاني مهم. هل القوات المسلحه المصريه شايفه ان هي تشتغل في البطاطس وفي الطماطم وفي السمك؟ طب يعني قائد يطلع يقول انا قائد القوات الجمبري؟ انت تقبل على نفسك ده يا مصري؟ تقبل على نفسك ان انت قاعد بتصنع في سمنه وفي وشاي وزراعه، وواحد يقول لها
ان شاء الله المره الجايه تيجي عندنا وتستلم من عندنا. كامل الوزير خلاه وزير النقل. بصوا في افيه حلو قوي بين عبد الفتاح السيسي وكامل الوزير، بيقول له ايه؟ ايه؟ انا عايز فلوس واللي معهوش قال له ما يلزموش. حولت جنرال الى تاجر. القوات المسلحه لحمايه البلاد، حمايه البلاد هي دي الرمز، بنتفرج عليها بره في يوروب في كل حته، هي حاجه قويه، حاجه محترمه، لها هيبتها، ده اللي بيحمي البلاد. الشرطه مهمه جدا، دي اللي بتحقق الامن. وزاره الاسكان مثلا دي اللي بتبني وبتعمر، ومش تبني، هي الاستشاري على الدوله، والشعب بقى هو اللي يعمل الشاي والسكر وتشوفوا ايه الصح وتاخدوه. مش مطلعين الشعب كله خونه واللي جوه الجيش هم اللي كويسين ولازم نعمل كل حاجه جوانا عشان اثاره عسكريه؟ هو الشاي ايه؟ بتاع اثاره عسكريه؟ طب ما هو الظباط عايشين وسطينا وبياكلوا معانا. مش خايفين بقى نسمهم؟ لا بيعمل كل حاجه عندنا عشان عندنا اكتفاء ذاتي للجيش، ليه؟ ده انت كل حاجتك بتستوردها من بره يا راجل يا ضلالي. يا جماعه اذا ما بصلناش لنفسنا بجد وصرحنا نفسنا كلنا فسده، بس مش احنا السبب، السيستم. هو بس الوحيد اللي يحاسب لانه المفروض كان عدل السيستم. لكن هو مش زي اللي قبليه واللي قبليه واللي قبليه. مصرين على نفسه، هو المنهج هو الراي، ما هو مسك الراجل نفخه ممكن يبص يقعده في البيت. احنا محتاجين سيستم مش اله. مساء الفل عليكم، وهشوف ترتيب الموضوع بتاع يوم الجمعه ده ننزل امتى. انا بقى زي ما قلت السبت، سوري قلت الجمعه الساعه 7، هحاول هعمل استفتاء ونشوف ننزل امتى. وفكرتي للنزول قولوا افكاركم، انا يعني قولوا لي افكار على صفحه اسرار، نزلوا لي افكار. انا بفكر احنا ننزل ساعه الناس تصورنا وهو يشوف، وعندي احساس ان الجيش والشرطه وكل الوزارات ووزاره العدل كله هنتحد مع بعض لو احنا امنا ان احنا لازم نغير السيستم. وبالتالي هو بس اللي اتنطر خلاص، ومش عايزين بقى لا دم ولا عايزين خناقات ولا تاني يوم نشتغل الصبح. هو خلاص يتحاسب على اللي هو عمله، واحنا تاني يوم نشتغل. خايفين من ايه؟ طب ما مصر كانت من غيره ماشيه، ومصر كان ما فيهاش رئيس وقعدت سنه ونص ولا سنتين شغاله، يعني مين اللي مقومها غير شعبها؟ انتوا بتنسوا قوتكم، تجارنا ومقاولنا ودكاترتنا ومهندسينا وكله. ايه؟ في ايه؟ خايفين من ايه؟ من يوم؟ هظبط ده بقى وبالليل ان شاء الله لينا لقاء. وفكروا كده معايا نعمل ايه؟ انا اخترت عندي الساعه 7، شوفوا انتوا رايكم ايه؟ احب اسمع راي اخواتي كلهم يعني. مساء الفل عليكم.